السلام عليكم، شلونكم صديقاتي وأصدقائي المتابعين لقناتي واللي انضموا لمتابعتي. أرحب بكم إن شاء الله تكونون بألف خير. فيديو اليوم راح نقدم به هذه المنتجات اللي سوقنا بيها من السوبر ماركت ومع الأسعار مثل ما طلبتم. فإذا خلي نبدي على بركة الله. حبايبي، أحب أشكر المتابعين اللي يعني دائما يقولون انه انتي تتعرضين مواد ما كنا نعرفها بالسوق، حتى يعني حتى هم موجودين في تركيا، يعني عايشين في تركيا ومع ذلك ما يعرفوها ما شايفيها. فاشكركم على هاي الثقة، طبعا لكم يعني جزيل الشكر حبايبي. وشي ثاني، احب ارحب بالمتابعين الجدد للقناة واقول لكم شرفتوا القناة وإن شاء الله تشوفون أشياء تنفعكم. بما أنه هسه جينا من السوبر ماركت، فخلي نشوف شنو هي المواد الجديدة اللي موجودة بالسوبر ماركت حتى إذا تعجبكم تروحون تشترون منها. نبدي بأول شيء هذا، لأن هذا الوحيد اللي ما يخص يعني الأكل والهاي، هذا اللي هو التشارجر أو الشاحن للتليفون. هذا كان من سوبر ماركت ميغروس، هذا من ميغروس. شوفوا كل الانواع، يعني للتليفون، للتابلت، للام بي 4، الكاميرا، للتصوير، للالعاب، كليته. هذا ينفعهم كلهم. هذا كان 3 امتار، اكو مثله لكن متر واحد، مو 3 امتار. فاني يعني قلت اخذ هذا 3 امتار احسن، يعني كل ما يكون اطول، لانه حتى مريح مثلا تنتقلون من مكان لمكان. هذا كان سعره ب 45 ليرة، يعني هو يعتبر غالي، بس يمكن لو بمحلات محلات التليفونات والكمبيوترات يمكن تلقوه اغلى. شوفوا اللي حلو بيه انه شوفوا صاير بهذا الشكل، يعني يعني شلون اقول لكم، يعني مو واير عادي، انما يكون طري، يعني ما يتطوى، تمام. فهذا بصراحة عجبني، واكو منه اشكال تجنن، يعني مثلا ابيض واسود، مثل يعني شلون مثل شايفين الاقمشة المكسيكيين او الاشكال بهذا الشكل، لكن للاسف كانت بها متر. هذا الوحيد بهذا اللون اللي هو 3 امتار، لكن هذا هم حلو، يعني شوفوا بهذا الشكل حلو، عجبني. ان شاء الله اني اجربه، واذا عجبني ان شاء الله بالانستغرام اقول لكم عليه انه هو اوكي، يعني اكيد زين، يعني هو تشارجر اكيد جيد يعني، تمام. هسه خلصنا من هذا، نجي على الاشياء اللي هي للاكل وللتنظيف. الاكل هذا يمكن اني حتى يمكن هذه يعني مواد طلعتها اني من بالفيديوهات القديمه، اللي هي هذا الجبن المثلثات، هذا جبن المثلثات، هو هذا من سوبر ماركت بيم. فهذا احنا نحبه بالبيت، وهم شوفوا حتى بتركيا ياكلوا ويا السميط. السميط اللي هو ما اعرف احنا هم بالعراق نسميه السميط. ان شاء الله في فيديو قادم اشوفكم السميط. على فكرة أنا دائما لما أروح أتسوق أو أشتري دائما أطلعها بالسناب، يعني أطلع أشياء بالسناب ما أطلعها باليوتيوب، لأنه أروح خاصة المنتجات الأسبوعية أروح يعني أطلعها أول بأول حتى تستفيدون من تشترون يعني. فإذا أنتم متابعيني على سناب تابعوني، أنا خال روابط قناتي للموقعي على السناب وعلى الانستغرام بصندوق الوصف، بصندوق المعلومات اسفل هذا الفيديو، تمام. فاذا السميط ان شاء الله اشوفكم اياه، اللي هو يمكن معروف، هذا السميط كلش طيب، ياكلوه وياه هاي، بس بصراحه ما اعرف، انا احب السميط اكله وحده، هذا احب اكله ويا الصمون العادي، تمام. نجي على هذا اللور بينر، هذا همينه اني مطلعته في فيديو سابق. هذا احنا دائما نشتري منه نحبه، لانه نسويه بالبورق. احنا يمكن اليوم اذا هذه سوينا بورق اشوفكم بنهايه هذا الفيديو، ما ننسوي اشوفكم البورق.
هذا اللون، هذا تقريبا هسه صاير ب10 او اكثر يعني بهذا الشكل، لانه قلت لكم الاسعار دائما يعني اني اقول سعر على ما امنتج الفيديو واعرضه نروح نسال عليه زايد السعر، فهو بهذا الحدود 8 او 10 ليرات. تمام، نجي على هذا الخل، خل التفاح، هذا اكو منه خل اللي هو خل العنب. احنا بصراحه خل العنب ما ناخذ، ما يعني ما اعرف، هي قالوا انه خوفا من انه العنب قد يكون معتق، لانه اذا تعتق يعني يصير انه مثل النبيذ او شيء، ما اعرف انا هيجي قاريه او هيجي سامعه، فليش واحد يعني على راي اخواننا المصريين ابعد عن الشر وغني له. ناخذ خل التفاح، وبعدين خل التفاح كلش مفيد، كلش مفيد. فهذا ناخذ احنا خل التفاح نستعمله بالزلاطات، نستعمله بكل شيء. هذا السبرايت اللي هو بالليمون، تمام. هذا السبرايت شكر سز، شنو شكر سز؟ يعني بدون سكر، هذا صفر يعني هنا حتى هم كاتبين لكم شكر سز كالوري سيز، يعني لا كالوري ولا شكر. هذا السبرايت، طبعا البيبسي اللي هو احنا ببيتنا لازم. نيجي على هذا الخل، هذا الخل اللي هو احنا نستعمله لتنظيف الـ نعقم به المواد، تمام. يعني حتى هم خليكم الصورة، احنا هذا بصراحة احنا لازلنا لحد الآن نعقم المواد، يعني احنا من زمان، يعني احنا مو بس بسبب كورونا، يعني احنا من زمان لا من نجيب الخضروات والفواكه لازم ننظفها ونعقمها. في بغداد لما كنا ببغداد نستخدم برمنجنات البوتاسيوم، كنا نشتريها من الصيدليات عادي، لكن هنا ماكو، فحولنا على هذا الخل. وطبعا الان بما انه طبعا كورونا لا زالت موجوده، فاحنا نستعمل هذا الخل، نخلي تقريبا خاشوقة كبيرة، خاشوقة يعني ملعقة كبيرة أو أكثر، نخليها بمي ونعقم بها الفواكه والخضر، تمام. نجي على هذا الصوص اللي هو الصلصة، هذا باربيكيو، هذا بطعم الباربيكيو صلصة، هي هذا من سوبر ماركت بيب، لكن هذا مو بالمنتجات اليومية، لا هذا المنتجات الأسبوعية، تجي بالمنتجات الأسبوعية، تمام. ده أنسى الأسعار، هذا سعره تقريبا بأربع ليرات، هذا الخل، هذا تقريبا هم هنا بسبعة أو ثمان ليرات، يعني مو غالي. هذا البيبسي بسبعة ونص، وهذا نفس الشيء سبع ليرات، سبعة ثمان ليرات، يعني مو أكثر. زين، نجي على الحليب، هذا الحليب، خلي أبخر هذا تشوفوا، حتى هذا الحليب من سوبر ماركت بيم، هذا يغلي، يغلي شنو؟ يغلي يعني كامل الدسم، نص الدسم اللي هو أنا همين عرضته بفيديو سابق. طبعا بالمناسبة أنا راح أخلي لكم كل روابط الفيديوهات في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. كان اليارم يغلي، يارم يغلي يعني نص الدسم، يارم يغلي كان لونه وردي او يعني احمر وردي بهالشيء، هسه صار لونه هذا اخضر، يعني هذا الياغلي ازرق، لكن اليارم يغلي النص دسم صار لونه اخضر. حتى اني هاي دائما انزله بالسناب، حتى قبل يمكن قبل ثلاث اربع ايام اني نزلته بالسناب، كنت دا اتسوق فنزلته بالسناب موجود، تمام. زين، هسه نجي على الشاي اللي مثل ما قلت لكم اني في فيديو سابق انه اني حولت من الشاي الاحمر الى شاي الاعشاب اللي هو باباتيا او اي اشبه يعني اي اعشاب، لانه مثل ما قلت لكم بالفيديو انه اني طلع عندي نقص حديد والشاي اثر على الحديد. هذا الشاي هذا احمر، يعني سهل التحضير، مجرد تفورون المي، تفورون يعني تغلون، مجرد انه تغلون المي وتخلوه، هذا شوفوا الشاي هو يكون بهذا الشكل، يكون دائري، تمام. انا نزلت قبل فتره فيديو كامل عن الشاي،
عن الشاي والقهوة. فأيضا أخلي لكم الرابط الفيديو حتى تشوفوا هذا الشاي. خلصنا من عند هذا الشاي للبيت، يعني مرات مثلا واحد يشتهي يشرب شاي، ليش احنا هذا اشتريناه؟ لأن احنا الشاي العراقي يحتاج طريقة معينة للتحضير، فبصراحة تطول، لأنه احنا بالعراق عندنا الشاي العراقي طبعا معروف ونكهته وطيب، فاحنا للسهولة يعني هذا السهولة، لكن لما نريد شاي مضبوط طبعا نرجع على شاينا العراقي. تمام، نجي هسه على هذا الشاي اللي شفته. هذا الشاي اللي يعني اشربه، اهلي ما يشربوه ما يحبوه، يعني شاي الاعشاب. هذا الشاي اللي هو من سوبر ماركت بي، زين، لكن الحلو بي شوفوا هذا يكون كأنما ملعقة. تمام، خلي افتحه وشوفوا، شوفوا حبايبي يكون بهذا الشكل، تاخذوه يكون شوفوا كأنما مثل العصا، مثل العصا تخلوه. انا هذا مجربته قبل فترة، كان مو بهذا بهاي العشبة، مو بهاي العشبة اللي هي زعتر، بالزعتر كان، يمكن ما اتذكر والله، بس مو بهذه يعني مو بالزعتر. هذا الحلو بيه شنو؟ انه انتم تستخدموه ك يعني شاي، وهمين تستخدموه كمخاشوقة، خاشوقة يعني ملعقة، تمام، تخوطون بيها الشاي. هذا كلش حلو وكلش مفيد، انا يعني استخدمته يعني قبل فتره. هذا قبل جابوه بالمنتجات الاسبوعيه، الحلو الان جابوه بالمنتجات اليوميه، يعني انا من اشتريته بالمنتجات الاسبوعيه، لكن هسه من دخلت للسوبر ماركت لقيته جايبيه مثبتيه، يعني صار بالمنتجات اليوميه. فإذا شفتوا منه اشتروا، صح شوية سعره غالي، يعني كشاي يعني 11 ليرة أو تقريبا 12، 11 ليرة ونص. شوفوا حبايبي أنا استخدم هذا الليبتون اللي هو بالباباتية، الباباتية اللي هو البابونج، هذا أنا اللي استخدمه. تمام، هذا موجود بكل مكان، بشوك، بكوتش، بشوك، لا بشوك ماكو، ايش يجيبوه بالمنتجات الأسبوعية. هذا بكوتش يجيبوه دائما. تمام، هذا الباباتية أنا اللي أستخدمه. تمام، لكن لما شفت هذا بالزعتر قلت خلي أجربه، لأنه أنا مجربته لكن قلت لكم بغير نكهة. تمام، نجي على المفاجأة اللي بصراحة يعني هذول اللي صنعوا هذا الشاي هذول صنعوه إلي. يعني الله يعطيهم ألف عافية وربي يبارك بعمرهم اللي صنعوا هذا الشاي. شوفوا هذا الشاي شنو، شاي أعشاب لكن بالفيتامين، فيتامين لشاي، بفيتامين سي. هذا الشاي، هذا مين؟ هذا هذا الشاي من ميغروس، يعني بفيتامين سي، فيتامين دي 3 او دي يمكن، بس فيتامين 12، كل الانواع. لكن انا بصراحه قلت خلي اجرب فيتامينات، شوفوا شنو بي حديد، تشينكو، بي زنك، وبي ليمون. يعني هذا اللي صنع هذا الشاي يعني والله ربي يوفقه بحياته، لانه هم شاي، انا احب الشاي، وهمينه بالفيتامينات، فيعني روعة روعة، ربي يعني يوفقهم. زين، وها بالبرتقال، شوفوا بالبرتقال وبالتشينكو، تشينكو حديد، والزنك، والليمون. هذا قلت لكم من ميغروس، هذا شوية سعره غالي، هذا ب 18 ليرة، لكن كفائدة لا والله يعني يسوى. هذا الشاي إذا شفتوه، هذا من ميغروس، اذا شفتوا اشتروا منه لانه مفيد، يعني كانما دا تاخذون فيتامينات ويا الشاي. تمام، خلي افتح لكم اياه وشوفوا. شوفوا حبايبي ورا ما فتحنا، شوفوا يكون بهذا الشكل، شكله يكون مثلث بهذا الشكل. تمام، يعني يختلف عن البقيه، يعني هذا من افتح هذا العادي، يعني عادي
مو مثلث، يكون بهذا الشكل يعني المربع، لكن هذه بهذا الشكل الحلو، مثلثة حلوة. تمام، فهذا بيه كم قطعة؟ 18 قطعة. تمام، فحلو، حتى ريحته طيبة، الله حلوة. تمام، ريحته كأنه ريحة المحلات العطارين، احنا بالعراق نقول العطارين يعني اللي يبيعون البهارات فكأنه من الشمو ريحة طيبة، ذكرني عندنا سوق ببغداد اسمه السوق العربي، السوق هذا كان من أفخم الأسواق اللي يجيبون البهارات، من أحسن البهارات بالعالم، لحد الآن هو موجود الحمد لله، يعني ما راح بس من شميته كأنه رجعت لذيك الأيام الحلوة، الله يعيدها إن شاء الله بإذن الله تعالى. تمام، فإذا كملنا الشاي، أعتقد الشاي تكلمنا عليه كثير لأن أنا كلش كلش أحب الشاي، ما أشرب قهوة، فأسفة للي يشربون قهوة. تمام، نجي على، بما أنه بدنا نحكي بالشاي، نجي على القهوة. هذه القهوة، هذا أخلي هناك، هذه القهوة اللي هي بسرعة يعني مجرد انه تغلون المي او تغلون الحليب وتستعملوها. انا مثل ما قلت لكم منزلة فيديو كامل عن الشاي والقهوة، اخلي لكم ايضا الرابط الفيديو. هذه كلها انواع، هي اللي موجودة بكل سوبر ماركت تدخلون بتركيا تلقون انواع كثيرة من هذه القهوة او النسكافيه سريعة التحضير. هذه اشكالها، هذه انواعها، بالكاكاو، بالفستق، بالبندق، هذه كلاسيك كلها. هذه هاي في اي بي، هاي يني يعني جديده، هذه بالسحلب. تمام، وبالقرفه وكليتها وكل الانواع، كل شيء تلقون. تمام، خلصنا من الشاي والقهوه، بما انه هذه موجوده العشق اللي هو النستلة، احنا بالعراق نسميها نستلة، اللي هي الشوكولات او الشوكولا، يمكن بسوريا وبالاردن يسموها الشوكولا. الشوكولات هذه ايضا من سوبر ماركت بيم. هذه اسعارها، اني اسفه انسى اقول الاسعار، هذه اسعارها، هذه على ليره وربع او ليره ونص مو اكثر. هذه السوتلو شوكولاتة اللي هي نستلة بالحليب الشوكولات، واني ايضا نزلت عن الشوكولاتة الطبخ، اني مرات هذه استخدمها للطبخ، يعني من مثلا اريد اسوي حلويات بها نستلة استخدم هذا النوع، استخدم هذا النوع اللي هو اموعها شنو يعني، اذوبها بالزبد او اذوبها على حمام بخاري. تمام، هذه النستلة، هذه ب6 ليرات ونص، وهذه الكارمن، هذه من سوبر ماركت بيم، هذه من سوبر ماركت شوك، هذه ايضا طيبه، ايضا سوتلو شوكولاته اللي هي شوكولاته بالحليب، واكو منها بتر اللي هي بدون حليب، بدون سكر، بدون يعني بدون منكهات. انا استخدم هذه واستخدم البتر اللي هي للعمل الحلويات، يعني النستلة او شيء. تمام، نجي الآن على البهارات. هذه بهارات همينة، هاي من سوبر ماركت بيم، هذه كمون، وهذا السماق. هذا السماق احنا نستخدمه بالعراق، اللي هو يمكن ما معروف بمعظم البلدان العربية، يمكن فقط بالعراق، ما أعرف إذا أنا غلطانة، يا ريت تكتبوا لي. احنا بالعراق هذا السماق عندنا لازم نستخدمه، وين نستخدمه؟ نرشه فوق الكباب، الكباب العراقي طبعا غني عن التعريف، كبابنا العراقي الما يعني طعمه، حتى هم الاتراك اللي هم عندهم الكباب، كباب الأورفة، حتى هم الاتراك يقولون الكباب التركي مو مثل جودة الكباب العراقي، لانه الاغنام العراقية تختلف، طعم اللحم العراقي، الأغنام العراقية طعمها أطيب من أي أغنام بالعالم، وهذه مو أني أتكلم لأنه مثل ما يقولون أني شهادتي مجروحة في بلدي حبيبي، لكن كل الناس هذا شيء يعني حتى أقرأ عنه، الأغنام العراقية لأنه المي اللي تشربه هو مي صافي، اللي هو طبعا من دجلة والفرات. تمام، فنرجع لموضوعنا، فهم الاتراك حتى نفسهم يقولون انتم الكباب اللي عندكم اطيب من الكباب التركي.
لانه اللحم، ولانه احنا نخلي فوقه هذا السماق. السماق هذا طعمه حموضه، بيه حموضه لذيذه جدا. فاحنا من نسوي كباب نخلي بيه السماق، لكن احنا بصراحه انا حتى استعمل السماق باي شيء، يعني مثلا نسوي بورق، نسوي اي شيء، انا احب السماق، يعني نخلي فوقه فكلش طيب يصير. تمام، نجي هذول من السوبر ماركت بيم، هذول اسعارهم تتراوح ما بين 4 إلى 6 ليرات مو اكثر، يعني حتى كانت ارخص، كانت ارخص، يمكن كان السينمون سوري الكمون كان يمكن بليرتين، هسه طبعا بزياده الاسعار صار تقريبا 5 أو 6 ليرات. نفس الشيء السماق. تارتشن، تارتشن اللي هو قرفه، احنا بالعراق نسميه دارسين، يمكن فقط بالعراق نسميه دارسي، ما اعرف كتبوا لي همينه اذا انا غلطانه. هذا مطحون، دارسين او القرفه هذا مطحونه. حلو حلو، نجي على اليوفقة. اليوفقة هذه شنو اليوفقة؟ انا منزله فيديو ايضا كامل عن اليوفقة. اليوفقة اللي هو ورق البورق، احنا بالعراق نسميه ورق البورق. شنو ورق البورق؟ اللي هو يكون رقيق، تكون الورقة البورق رقيقة جدا. تمام، يمكن لا ذاك غير نوع. تمام، نرجع لهذا. هذا البورق اللي هو مكتوب عليه سو بورق، يعني هذا البورق هذا بالحليب، فلذلك هذا شوية غالي، هذا ب 17 ليرة. لان اكو انواع العاديه اللي بالمي يمكن يطحنوها سوري يعجنوها بالمي اللي هي ب 7 ليرات، لكن هذا ب 17 ليره لانه بالحليب. هذا النوع هذا كان من شوك سوري عفوا من 101 من سوبر ماركت 100 اي يوز بير 101. شوفوا هذا النوع الثاني اللي هو اليوفقة اللي هو من سوبر ماركت شوك. هذا شو مكتوب عليه؟ ايل اتش ماسي. شنو يعني؟ يعني عاجني بالايد، فايضا سعره شويه غالي، هذا تقريبا 15 او 16 ليره. فبصراحه من اشوف هيك شيء، يعني انه واحد طابخ بايده او مسوي بايده، كلش احب هذا الشيء، لانه بالايد يعني احس انه حلو، يعني مقدرين هذا الشيء. فاني احب هيك اشياء من واحد من اقرا، والله لو يصير مليون ليره، لانه احب احس انه يعني مقدرين المقابل. تمام، فلذلك اني احب الاعمال اليدويه. تمام، هسه نجي على كملنا اليوغا، نجي على هذا الصمون. انا منزلته ايضا، منزلته بفيديو سابق. شوفوا هذا الصمون اللي هو نوعين، نوع بدون سمسم وهذا النوع الثاني بالسمسم. هذا اغلى، هذا كان بليرتين ونص بس، هذا هسه صاير ب9 ليرات و90 قروش، متضاعفه طبعا مثل ما قلت لكم الاسعار. هذا ايضا كان رخيص جدا، يعني تقريبا كان يمكن اقل يمكن كان ليره ونص، هسه صاير ب7 ليرات ونص. احنا هذا مثل ما قلت لكم اني في فيديو انه هذا احنا شوفوا هو لين، طبعا هو مال بورق، هو هذا حتى هم كاتبين شوفوا سوري عفوا مال همبرجر، همبرجر اكمي يعني صمون الهمبرجر. تمام، هذا لين طبعا، لكن احنا بالبيت نحمصه، نخليه بالفرن شويه يتحمص، يصير كانما مثل البسكت. تمام، والدتي حبيبتي تحبه هذا ويا الحليب او ويا عصير البرتقال، كلش تحبه، نسوي لها قطع. تمام، هسه نجي بما انه كملنا الاكل، نجي على مواد التنظيف. انا اعشق مواد التنظيف واي شيء جديد بالسوق لازم اشوف شنو بي. مثل ما هسه هذه الوصل، احنا نسميها وصلت التنظيف، بتركيا يسموها بيزة. البيزة احنا بالعراق نسميها اللي خاصة اللي نمسك بيها القدر، بالعراق نسميه جدر، يمكن بمصر يسموه الحلة، ببلاد الشام يسموه الطنجرة. تمام، احنا بالعراق نسميه جدر، نسميها بيزة، لكن وصلة التنظيف نسميها وصلة. احنا عادة حبايبي احنا نستخدم هذه نستخدمها اللي هي لونها اصفر،
عادية، وحتى أني منزلتها في فيديو شوفتكم تكون كبيرة. الحلو اللي شفته هذه من سوبر ماركت شوك كوتش عفوا. الحلو بيها شفتها انه منزلين منها مواد وصل للتنظيف معطرة. حلو كبرها، كبرها كلش حلو، شكلها حلو. شوفوا حتى يعني قماشها كأنه مثل يعني الصوف الناعم، تمام. وريحتها الله تخبل، ريحتها طيبة، ريحة فراولة. فهاي قلت قلنا انه هاي نخليها للمطبخ، وهذه بالليمون نخليها خليها للبيت، يعني بقية البيت يعني التنظيف، تمام. شنو بعد عندنا بقى؟ نجي على هذه شو هي، احنا نسميها وايبس، اللي هي المناديل الرطبة المعطرة. هذه المناديل حلوة، اللي هي بالليلك أنا كلش أحب هذا اللون، يعني هذا اللون الخفيف اللي وأحب الليلك هذا. وهذا شنو بيها؟ شوفوا هنا ما بيها لا بارابن ولا الكحول، يعني هذا للتنظيف، يعني هذا القطع هاي للتنظيف، فكلش حلوة ومفيدة. وهذه كانت من سوبر ماركت ثاني، يعني لا شوك، سوبر ماركت جديد فتح. إن شاء الله إذا في يوم أروح له يعني أسوي لكم عليه فلوج عليه، تمام. هذه بها 60 قطعة، كان هذا سعره بأربع ليرات فقط. هذه كم قطعة دي؟ هذه ب 70 قطعة، تمام. نجي هسه حبايبي على هاي الأداة. شوفوا هاي الأداة اللي هي تكون بهذا الشكل، مثل أداة التنظيف يعني العادية اللي احنا ننظف بيها، نقول الزجاجيات او احنا نسميها البطالة، البطل يعني بطل الحليب، بطل المي هذه. لكن هذه شنو؟ هذه لتنظيف شو نسميها، احنا نسميها الصوبات، اللي هي مواد التدفئة. يعني هذه تنشال، هذه تنشال، وهاي تتدخل تتنظف من برا، تتنظف عليها من الخارج، ننظفها لأنه هي تنظيفها طبعا يجي شخص متخصص بتنظيفها ينظف الأنابيب. لكن هذه ننظف بها من جوا، يعني الأنابيب هذه الداخلية التنظيف، يعني من الأتربة، من إذا عليها، تمام. هذه الأداة، هذه تلقوها بمحلات اللي يبيعون المواد المنزلية. شوفوا حبايبي، هاي البورق اللي قلت لكم، وبالجبن اللور اني نستخدمه. هذه الأكلة اللي هي أكلة تركية. شوفوا هنا القطعة تكون بهالشكل، إذا شلناها هذا يكون من جوا جبن ومعدنوس والبورق، لكن طريقة اللف تكون مختلفة. ويعني هاي أكلة طيبة واقتصادية، وكلش يعني كلش احنا بالبيت نحبها. اوكي حبايبي، بنهاية هذا الفيديو اتمنى عجبكم، اتمنى فاتكم. اي سؤال عندكم او اي استفسار او اي طلب اكتبوا لنا اياه بالتعليقات، وثقوا انه احنا راح نقدم هذا الفيديو بطلباتكم. اشوفكم حبايبي بالف خير وعافية، ونتلاقى بالخير دائما. لا تنسون اذا عجبكم الفيديو سووا لنا لايك حلو مثلكم، اذا عجبتكم كل فيديوهاتنا سووا سبسكرايب للقناة حتى يوصلكم كل جديد نقدمه، واضغطوا على زر الجرس حتى توصلكم كل النوتيفيكيشن او التنبيهات انه نزلنا فيديو. اشوفكم بخير وعافية، وباي باي، سي يا.